نفتتح هذا الحرات لا للرصاية. هذه الرصاية التي أرهقتنا، أرهقت الشعب الليبي وأوصلته إلى هذا الوضع المأساوي الذي نعيشه اليوم. ألف لام ميم. جهاد وجهاد وخذي من دعوتي قاتله. يتلهفون لقتله. نحن هنا، نحن هنا. قولي معي نحن هنا. الناصعة وهذه الدماء الزكية. وعندما تخطي سر إنها لسان حال المؤامرة المحكوكة. يهدف هذا الحراك إلى إرسال رسالة إلى البعثة الأممية بأن الليبيين وإرادة الليبيين يجب أن تكون في ليبيا حوار ليبي ليبي. هذا الحوار يهدف إلى إنتاج حكومة تنفيذية ورئاسي جديد من داخل ومن رحم الشعب الليبي، لا من توصيات تكون من خارج ليبيا. إضافة إلى أن الشعب الليبي خاض تجربة سابقة في الحوار السابق، حوار الصخيرات، وأنتج عاهات وأجسام لم تكن على مستوى الدولة، وأدت إلى ألام ومعاناة الشعب الليبي جراء هذه الشخصيات الهزيلة والعاهات التي جاءت من وراء البحار. لذلك في هذا المؤتمر نسعى لتكوين وإرسال رسالة إلى الأمم المتحدة، وأيضا إلى السياسة الأمريكية التي نسعى إلى الاستفتاء على الدستور وانتخابات برلمانية تكون من رحم هذا الشعب وليس من وراء البحار. من أجل دخول إلى طرابلس البحر، بدل ذلك إلى خطة بديلة بحيث أنها بعثت مساندة للشعب الليبي. ما يحدث الآن في تونس ومنذ تدخل الأمم المتحدة يجب أن تكون في دبلوماسيتها هي لجمع الفرقة بين الليبيين وإعطاهم الحق في أن يكونوا أسياد على هذه الأرض، ليس بتدخلاتهم في ما يحدث الآن من أول ما دخلوا من هذاهي كوبلر وقبله ليون وقبله والآن ستيفاني وغسان سلامة، كانوا دائما يأتوا بالليبيين، ومن أين يأتوا بهؤلاء الناس لا أعرف. يعني نحن لا نعرف هؤلاء، هم يأتون بأناس ليس لهم علاقة بالوطن ولا بما يحدث فينا من أحداث، لا نراهم في داخل الوطن. وهكذا تحية أيتها الحرائر منجبات الأبطال، تحية جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤامرة كبيرة أيها الأخوة على هذا الوطن. الوصاية الله أكبر، وسيبارك الله خطوات الليبيين في إيجاد حلول سليمة. ولكن وللأسف الدعاسة أي من السنوات من الدولة اللي بتعمل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.